تراجعات حادة على شركات النفط العالمية. نسأل رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب عما يحدث بالأسواق وهذا الهلع. يعني رائد، كما شاهدت واستعرضنا الأرقام بالنسبة للشركات وهذا الذعر اللي عم بيصيبها الآن بهذه الهبوط، برأيك يعني ثاني أعنف خسارة يعني عم نتحدث عنها بالنسبة للنفط من عام 1991، والتوقعات تشير إلى أنه ممكن توصل الأسعار لعشرين دولار، هل الذعر مبرر اليوم مع هذه الأخبار التي تأتي من روسيا؟ حقيقة أغلقت الأسواق ميسا بالذعر، ويعني كان هناك توقعات كبيرة أن هناك سوداوية مقبلة فيما يتعلق بأسواق النفط، خصوصا بعد أن خرج الأوبك بلس أو انفض اجتماع أوبك بلس يعني بطريقة نوعا ما كانت مخيبة جدا لآمال الأعضاء ولآمال متابعين أسواق النفط. وهذا الانهيار هو عدم اتفاق واضح بين المشاركين في الانتاج النفط العالمي، ضغط بشكل كبير ذلك على الافتتاح، ولكن لم يتوقع أسوأ المتشائمين الانهيار الكبير الذي قد يحدث في أسعار النفط إلى المستويات التي شهدناها. يعني المستويات ميسا تشير يعني إلى مستويات سلبية جدا وانخفاض حاد جدا، ومثل ما وصفتيه هو الأكبر منذ 30 عام تقريبا، ولكن هذا يفتح المجال لآفاق سلبية أكثر، لتوقعات سلبية أكبر. إذن مع افتتاحات الأسواق يكون هذا الأداء، ماذا سوف يحدث إذن مع مزيد من الضغوط ومع افتتاح البورصات الأمريكية والسي ام اي أغلقت ليمت داون بنتيجة الانهيار الحاد بأكثر من 5% اس ام بي وداو جونز، بالتالي نحن عم نشهد حتى الفيوتشرز اكسشينج وقفت بنتيجة الانهيار الحاد في الأسواق. هناك هلع بلا شك في الأسواق وانتظار للفترة الأمريكية حتى يكون هناك يعني صورة أكثر وضوحا. والنفط يعني هو وكورونا كانوا المسببين الرئيسيين بهذه التذبذب الحاد والهلع الموجود في الأسواق. نعم، يمكن حتى مؤشر الخوف يعني شايفينه عم بيرتفع بشكل قوي رائد بخلال هالفترة، يمكن لأعلى مستوياته تقريبا من عام 1929. اليوم هل في حلول ممكن تقدمها البنوك المركزية لوحدها ربما لتهدئة المستثمرين، لتهدئة الأسواق، أم هناك حلول أخرى يجب أن تطرح بهذه الفترة؟ يعني تماما مؤشر فيكس أظهر بشكل واضح أن هناك ذعر في الأسواق، وهذا المؤشر الذي يمكن التداول عليه حتى يعني يشير بشكل واضح إلى أن هناك نوع من الفولاتيليتي والتذبذب الواسع النطاق والخوف المسيطر حاليا. الأمر ليس بيد بنوك مركزية في الوقت الراهن بقدر ما أن تعود سلاسل الإمداد مجددا للعمل، وأن يعود استقرار نسبي بالتصريحات سواء أو من خلال الأفعال لأسواق النفط المحرك الرئيسي للأسواق المالية العالمية بشكل عام. بالتالي البنوك المركزية قد تأخذ إجراءات احترازية، تدبيرات احترازية وقائية من خلال تسهيل وتسهيل السياسة النقدية، ولكن مع غياب الثقة وفقدان الثقة بالأسواق ينتشر أو تبدأ حالة السنوبول أو كرة الثلج، وممكن أن تسبب مزيد من حالات الهلع في بين المستثمرين، وهذا هو الضغط الحقيقي. بالتالي صمام الأمان، الإغلاق الفوري للتداولات هو الحل الوحيد، ولكن ليس حلا جذريا. بالتالي فقدان القيمة سريع جدا، خصوصا أنه نحن بعيدين بمعظم الأسهم الأمريكية والأسهم الدول العظمى عن المستويات العادلة أو الفير فاليو لهذه الأسهم، بالتالي المارجن الانخفاض واسع وكبير جدا. نعم رائد، هل ممكن أنه نقول دخلنا أزمة اقتصادية الآن؟ لأنه واضح أنه يعني معدلات النمو متجهة لمزيد من الركود، مزيد يعني من التراجع، هل يمكن أن نعطي هذا التوصيف بالوقت الحالي بالنسبة للأسواق وردة فعلها؟ يعني الأسواق بدأت تظهر هذا الأمر، ولكن نحن في الأزمة عند ظهور ربعين متتاليين. نظرية الاقتصاد الحديث أي ربعين متتاليين من انكماش، سواء يعني ذلك أن دخلنا في مرحلة الانكماش. بالتالي في أكثر من دولة عظمى حول العالم وصلنا إلى وتحقق هذا الموضوع. بالتالي ما تفعله الأسواق هو عكس لهذه الحقيقة، أن وجودنا في حالة كساد والتوقف
سلاسل الإمداد هو الذي يعزز بالتالي البيانات السلبية سوف تأتي لاحقا لأنه أثرها لاحق حتى يتم تجميع البيانات وأصدارها. الأسواق تحاول أن تسعر ذلك مسبقا من الفترة الحالية، وبالتالي يعني ممكن تنشأ أزمات جديدة مثل أزمات الديون وما إلى ذلك متفاقمة على أثر الأزمة الحالية التي نشهدها. هذه الانكشافات المالية هي انكشافات كريدت وديون، وبالتالي ممكن جدا أن تسبب انخفاض حاد في قيم الأصول حول العالم وبالتالي انهيارات مجددا كما حدث في عام 2008. نعم، ونشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.